اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه اننا لو اتكلمنا عن الصادرات فهنلاقي انه الصادرات المصريه بتشهد زياده هدفها استراتيجي وبيسعى ليه الاقتصاد المصري، وده بسبب تحمله من فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. الحقيقة أنه الصادرات المصرية حققت فائض من السلع الغذائية وارتفاع ملحوظ منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي اللي بنتكلم عنه 2023 طبعا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ورصدت بيانات الجهاز وصول إجمالي الصادرات لنحو 2 مليار و123 مليون دولار خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجاري 2024، وشهد أيضا ارتفاع حجم الصادرات ل1 مليار و866 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023 بزيادة بلغت نحو 256 مليون و722 ألف دولار. أيضا ارتفعت الصادرات المصرية لأكبر خمس أسواق تجارية وسجلت 6 مليار و246 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو الماضي، بينما كانت 6 مليار و60 مليون دولار فقط في نفس الفترة من عام 2023. يعني بنتكلم في زيادة بلغت قيمتها حوالي 186 مليون و160 ألف دولار. خلونا نتكلم بشكل مفصل عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو النهاردة الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم، أهلا بحضرتك. أرقام كتير محتاجين نفسرها ونعرف إزاي تم العمل ده، يعني جهود كبيرة جدا قامت بيها الدولة في دعم القطاع الصناعي. حضرتك شايف الجهود دي إزاي ساهمت إن هي تغير المعدلات، تعمل زيادة في الصادرات؟ العوامل اللي ساعدت، هل بنية تحتية، هل اتفاقيات تبادل تجاري، هل تحسين الجودة، خصوصا ان سمر قالت ان زاد التواجد في اكبر الاسواق، يعني احنا كنا متواجدين ولكن زودنا حضورنا وتواجدنا. بكل تأكيد هقول لحضرتك حاجة، احنا كنا بنقول على عام 23 اللي هو 2023 عام الذروة في الصادرات المصرية. الحقيقة ان الاتجاه التصاعدي للصادرات المصرية له عدة عوامل، خلينا نحللها كده على سكيل أو على جدول. مع معادلة سعر العملة بكل تأكيد الصادرات هتزيد، ده دي حاجة بتسعى ليها الدول حتى الكبرى، صناعية الكبرى اليابان مثلا بتحرص ان الين الياباني ما يبقاش عالي عشان ما يأثرش على حجم الصادرات بتاعتها. نفس الموضوع بالنسبة للصين. اذا اتكلمنا محليا هنا في عوامل خاصة بالإجراءات اللي اتخذتها الحكومة المصرية والتوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم الصادرات المصرية والصناعة بشكل كبير للغاية. أما نعرف أن في تسهيلات وهيئة الصادرات، هيئة العامة للصادرات والواردات، بالإضافة للمجالس التصديرية، بالإضافة لكل العوامل اللي هي متعلقة ب المقابل المادي اللي بياخده المصدرين للخارج، أيضا السعي الدائم لتحسين جودة السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس. الحقيقة دي ساعدت بشكل كبير للغاية، وخاصة في بعض الأسواق الخليجية اللي كانت بتقابل بعض الصادرات المصرية فيها عقبات أو إجراءات لإعادة التصدير مرة أخرى. الحقيقة أن دلوقتي في طلب كبير جدا عليها، ولو ضربنا مثل بين الإمارات والسعودية الحقيقة في إقبال كبير وزيادة كبيرة في حجم الصادرات في السوين دول تحديدا، بالإضافة للأسواق اللي هي المجاورة والأسواق التقليدية وأيضا دول الاتحاد الأوروبي. مجموعة من العوامل متعلقة أيضا بالسياسة الاقتصادية العامة اللي بتنسحب أيضا على تشجيع الصادرات والصناعة بشكل كبير، وخاصة الصادرات السلعية اللي هي غير البترولية اللي بتشهد قفزات. وأتوقع برضو إن شاء الله على الرغم من الظروف العالمية، إحنا لازم نقول الجملة دي تحديدا، لأن عام الطفرة ده في الصادرات المصرية اللي هو السنة اللي فاتت كان تحققت الأرقام دي من الرغم من الظروف اللي إحنا شايفينها قدامنا في العالم كله.
واللي بالمناسبة ابتدت من 2020 ومستمرة من الكورونا وبعدين الحرب وبعدين التغير المناخي وارتفاع الأسعار واختلال سلاسل التوريد، بعد كده بقى غزة والاعتداء الإسرائيلي على غزة والتوتر الإقليمي في المضايق البحرية، بالإضافة للضغط الكبير من البنك المركزي الأمريكي على سعر العملة واللي رفع نسب التضخم في العالم. يعني اللي حققته الصادرات المصرية في الفترة الوجيزة دي أعتقد أنه يدرس، وأنه جهد كبير مش مجرد أرقام، لا ده جهد كبير بذل عشان يتحقق اللي احنا شايفينه النهاردة الحمد لله. طيب هذا التطور لافت وارتفاع معدل الصادرات المصرية أستاذ محمد، يخليني أسأل حضرتك سؤال. الحقيقة أنه الصادرات بتشتمل على أكتر من نوع، فيه صادرات سلعية صناعية إنتاجية، هل في تقدم لسلع أو صادرات بعينها أكتر من صادرات أخرى؟ بكل تأكيد احنا عندنا السلع الغذائية فيها طفرة كبيرة للغاية، بدأت من عام 2020 الحقيقة كان في توجيهات رئاسية من العام ده باستمرار الإنتاج بل واستمرار المشروعات الكبرى والبنى التحتية. المشروعات دي ساعدت بأثر غير مباشر في دعم الصناعة والإنتاج وبالتالي التصدير للأسواق الخارجية. خلينا نلقي نظرة كده هنلاقي أن السلع الغذائية وخاصة الحاصلات سواء المصنعة نصف تصنيع أو المصنعة بالكامل أو الصناعات اللي هي الخام اللي هي المحاصيل بتشهد زيادة مطردة، يعني زيادة كبيرة، وبتشهد إقبال عليها في بعض الأسواق اللي كانت يعني بتواجه فيها منافسة كبيرة. الفترة دي اللي هي بعد الكورونا استغلينا الظروف كويس وقدمنا المنتج المصري في وقت كانت المواني المصرية شغالة، حجم التجارة كان شغال، والحقيقة أن التوجهات الرئيسية في هذا الشأن كان لها دور كبير جدا أن احنا استمرينا في تغطية الاحتياجات الداخلية وتنمية السوق المحلي ودعم الصادرات بشكل كبير. ده اللي عمل فرق، وبالتالي عندنا أيضا صادرات جيدة في مواد البناء، وعندنا بالعكس عندنا نسب كبيرة وفائض في بعض إنتاج بعض مواد البناء، وأيضا أسواق جديدة، وعندنا أيضا في الإلكترونيات والتطبيقات الإلكترونية، بالإضافة للتطور الكبير المتعلق في بعض الأجهزة وارتفاع نسب التصنيع المحلي في بعض الأجهزة، وأيضا صناعة السيارات اللي داخلينها بقوة في الفترة اللي جاية. يعني الصادرات المصرية متنوعة وتشمل يعني تنوع كبير، وخاصة برضو الكابلات الكهربائية، يعني عندنا سوق كبير جدا ودرجة عالية، والحديد المصري اللي حتى الأوروبيين مش قادرين عليه دي حاليا وبيحاولوا ان هم يقللوا شوية من الانطلاقة والنفاذ الكبير للحديد المصري في الأسواق الأوروبية. التسهيلات الداخلية وانعكاسها على التصدير، التسهيلات المتعلقة بتوطين الصناعة، حوافز وإجراءات لتشجيع التصنيع المحلي، عايزين حضرتك توضح لنا الدايرة دي اللي بتخدم بعضها البعض إزاي انعكست، وهل جزء كبير من الارتفاع في الصادرات ده كان مرتبط تحديدا بالاتجاه لتشجيع التصنيع المحلي، ولا لسه هنشوف أكتر تأثير للتصنيع المحلي خلال الفترة القادمة؟ الإجابة تشمل الشقين الحقيقة. هنشوف تطور كبير في التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي. المساهمة بتاعت الجانب ده بدأت تظهر ولا؟ بدأت تظهر، والحوافز الجديدة اللي تم طرحها اللي وجه بيها السيد الرئيس أواخر العام الماضي في الربع الأخير من السنة اللي فاتت والسنة دي مع التكلفات الرئاسية الخاصة بالحكومة الجديدة واللي بالفعل تضمناتها الاستراتيجية الخاصة بالصناعة والتجارة الخارجية اللي بتنسحب أيضا على الصادرات، قطاع الصادرات بشكل كبير، أعتقد أن هيكون لها تأثير كبير جدا، لأن في حوافز معينة وفي مبالغ بيتم تقاضيها، بالإضافة للتسهيلات المقدمة في العمليات المتعلقة بإعادة التشغيل، فتح أسواق جديدة، التمويل، ودي نقطة مهمة جدا، إعادة تعريف المشروعات
الصادرات، وبالتالي إعادة التقييم الائتماني الخاص بها والمالي اللي بيسمح لها اللي هي بالاقتراض، بالإضافة للتفكير في إعادة فتح الباب أمام التمويل للميسر اللي هو المنخفض للإنتاج والصناعة بنسب 15%، النسبة دلوقتي 28.5 للاقتراض. أعتقد أن دي نسبة كبيرة وخفض كبير هتساهم. ده مرتبط بنقطة حضرتك كنت قلتها معنا في لقاء سابق اللي هو إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالطبع بالطبع ده جزء كبير، لان في احجام معينه من التمويل مع تغير سعر العمله بالاضافه لانفتاح الاسواق الجديده والتحسن في القيمه المضافه للسلع المصريه وارتفاع جودتها في الاسواق الخارجيه، ده بالطبع بيدي فرص اكبر، وبالتالي بيحتاج المصنع او المصدر لحجم اكبر تجاري انه يتعامل بيه في الاسواق، بالاضافه للدعم والتدريب، دي نقطه مهمه جدا لازم نقول عليها، مطابقة المواصفات والمقاييس، بالإضافة للترويج عن طريق نقط التجارة الخارجية والدبلوماسية المصرية في الأسواق الخارجية، بالإضافة طبعا للاحترام الكبير اللي بيحظى به السيد الرئيس والدولة المصرية في العالم كله، وده بيسهل بشكل كبير جدا وبيفتح الأبواب أمام الصادرات المصرية وأمام الاقتصاد المصري بشكل عام. هنشوف بعض المعلومات عن الدعم والجهود في الملف الصناعة وكذلك أيضا ما يتعلق بهذه الطفرة والارتفاع في الصادرات، ونرجع نكمل حديثنا مع حضرتك. نرجع لحضرتك مرة تانية يا أستاذ محمد، لما بنتكلم عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية في وقت حرج يمكن شهد إغلاق كامل عقب كورونا أو خلال جائحة كورونا تلاها توترات جيوسياسية إقليمية ودولية أثرت على سلاسل الإمداد، لما مصر تقدر تحقق ارتفاع في الصادرات خلال هذه الفترة ده بيدل على جهد كبير جدا ونجاح كبير. أكيد أيضاً. أكيد الجهد كبير جدا، الاستراتيجية السباقية. إحنا عندنا من بعد منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2014 تم وضع خطط جديدة للطاقة، تأمين الطاقة، الاتفاقات البحرية لحفظ الثروة المصرية، واللي احنا شايفينه دلوقتي الحقول الغاز اللي اتنفذت في وقت قياسي، المشروعات القومية الكبرى، البنى التحتية اللي البعض مش حاسس بقيمتها دلوقتي، بقى حاسين ان المشروعات دي اللي اتعملت بعشرات المليارات بقت بتساوي تريليونات حاليا، ده بيرفع من القيمة المضافة للبنى التحتية المصرية وغير بالتالي من شكلنا على قوائم التنمية العالمية والتنمية الحضرية بشكل كبير، قفزة كبيرة وصلت لها مصر. بكل تأكيد الاستراتيجية اللي تم وضعها باستكمال العمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقتها واستكمال المشروعات القومية كان وقت مناسب جدا لأن مصر تنجز في المشروعات دي، وبالتالي البنى التحتية اللي دعمت بشكل كبير من قطاع الصناعة وقطاع الإنتاج وحافظت أيضا على العمالة ومد مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها اللي هي الفلوس الشهرية اللي كان بياخدها اللي هي العمالة الغير منتظمة، الحقيقة دعمت بشكل كبير قوي، و
حافظت على النسيج الاجتماعي بالإضافة للتقدم الاقتصادي. وبالتالي احنا ما نستغربش من التحول الكبير وفي التفكير الاستراتيجي اللي بيدعم الأمن القومي المصري وبيحافظ على الأمن الاقتصادي من خلال دعم الاقتصاد والمشروعات، وأيضا الحفاظ على لحمة الشعب المصري والنسيج الاجتماعي، لأن المواطن هو الهدف في كل اللي بتعمله الحكومة المصرية. حضرتك أشرت في كلامك للبنية التحتية وللطاقة. البنية التحتية والطاقة هم عاملين مهمين جدا في جذب الاستثمارات، ومن هذه الاستثمارات استثمارات ستؤدي لجعل مصر مركز إقليمي لبعض الصناعات، مركز متميز أفريقيا وفي الشرق الأوسط، وأيضا تصبح مصدرا بإذن الله تصبح مصدرا فيما بعد عالميا لهذه الصناعات المتميزة اللي تبدأ تتواجد في مصر. هذا العامل أيضا الخاص بالاستثمارات إزاي مرتبط ارتباط إيجابي بزيادة وارتفاع الصادرات المصرية؟ هقول لحضرتك حاجة، هي سلسلة يعني متصلة ببعضها. نعم. احنا بنعتمد سياسة الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري ده بيعتمد على تقليل التكاليف واستغلال عمل موازنة توازن الموارد واستخدامها في نفس المجال والحفاظ على الموارد بشكل كبير جدا. ده بيقلل التكاليف وبيساعد بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد ككل، وبالتأكيد في قطاع الصادرات المصرية. الحقيقة ان الجهود اللي تم بذلها والحوافز اللي بيتم تقديمها بالإضافة للتسهيلات وما يقدم ما اللي الدولة قدمته بالفعل من البنى التحتية، بالإضافة لحاجة مهمة جدا السياسة التشريعية المتعلقة بالتشريعات. دلوقتي أنا عندي حافز صحيح. أن أنا أعمل مشروع، عندي حافز أن أنا أعيد تشغيل مشروعي، عندي حافز أن أنا أصدر، خاصة أن الجودة بقت متوفرة بشكل كبير في قطاعات كبيرة من السلع اللي بيتم تصديرها للخارج، وهناك هدف أسمى اللي هو تشغيل الأيدي العاملة من قطاع الإنتاج والصناعة والتصدير، وأيضا الحفاظ على القيمة المضافة للسلع المصرية في الأسواق الخارجية. نعم أستاذ محمد، في اهتمام بتولي الدولة المصرية بكل تأكيد طبعا دورة كل هذا التقدم اللي بنشهده. دكتور مصطفى مدبولي حريص على يعني توفير أجوبة مختلفة لكل ما يخص قطاع الصادرات المصرية ودعم هذا القطاع. حضرتك بتقرأ هذه التصريحات إزاي؟ الحقيقة في دعم كبير جدا من الدولة المصرية، وفي التزام وإيمان تام بالتوجيهات الرئاسية المتعلقة بدعم القطاعات الصناعية والتصديرية والاقتصاد العام بشكل كامل من دولة رئيس الوزراء. الحقيقة كل الإجراءات اللي في خطاب التكليف اللي تم مناقشته قدام، لو تفتكرها، في مجلس في المجالس النيابية، أمام المجالس النيابية، الحقيقة احنا شفنا تغير كبير جدا، وخاصة مع الظروف العالمية المحيطة، مش مجرد ظروف بتهدد أمن واستقرار الدول. بالمناسبة الأمن والاستقرار ده عليه أكثر من 90% من قرارات الاستثمار، ده الجزئية اللي حضرتك لدخول أي دولة أو أي رأس المال جبان فيها. يعني صحيح. دي معروفة أحد القواعد الرئيسية في الاقتصاد، وبالتالي لازم نقول إن ما تم إنجازه على الفعل والدعم الكبير اللي بتتلقاه القطاعات الاقتصادية من رئيس الوزراء الحقيقة دعم كبير ومستمر ومؤسس بمشروعات واستراتيجيات متصلة وتم تجزئها. حتى هنبدأ بشكل في الخطة اللي هي 27 استباقا للخطة 2030 وخطط التنمية المستدامة سواء القطاعية أو الشاملة للدولة المصرية. احنا بنتابع دايما مع حضرتك وبنسعد بوجودك معنا يا أستاذ محمد، و هذه المتابعة ناتجة عن أنه الحكومة بتعرض وبتتابع وفي كل أسبوع في مؤتمر في تصريحات، فبنعرف ما هو الجديد، تم الوصول إلى إيه. فبإذن الله اللقاء يتجدد دايما مع حضرتك لي. ونظل في متابعة هذه التحولات الإيجابية في الاقتصاد المصري التي لم نشهدها من قبل. أنا بشكر حضرتك مرة تانية الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، نورتنا. شكرا كمان.